السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انا عندي اي عنصر هنا وعايز اربطه بملف دوكمنت او ملف PDF او ملف صورة او اي حاجة، باجي هنا اقول له انا عايز اختار دوكمنتس واقول له اد فايلز واضيف الملف اللي انا عايزه. دلوقتي لو اخترت العنصر دوت اقدر اجي هنا وادوس رايت كليك وابدا اشوف المعلومات اللي موجوده هنا، هلاقي ان هو مش مرتبط باي حاجه لسه. تدخل هنا بتلاقي دي المعلومات اللي انت عايزها. طيب عايز اربط العنصر هنا، بروح مختار الدوكومنتس، بختار الملف دوت، بدوس عليه مرتين واقول له لينك تو سيلكت. ممكن اربطه باكتر من عنصر، يعني ممكن اختار العنصر دوت واختار العنصر دوت واروح مختار برضو معاه كذا عنصر واقول له لينك تو سيلكت، يبقى هو ارتبط بالتلات عناصر دول. اي عنصر منهم لو عملت عليه سيلكت ودوست رايت كليك وقلت له انا عايز اعرف الخصائص بتاعته، بلاقي ان الدوكومنتس بقت بواحد، وادوس علامة السهم الاقي الملف اللي انا اخترته موجود اهوت. تمام، لو دوست عليه مرتين بيفتح بالشكل دوت. تقدر بقى تقول له اوبن فيتفتح معاك، او تقول له ريموف فتقدر تحذفه، او ممكن تقول له unlink select بحيث ان هو مبقاش مرتبط بالعنصر اللي متحدد حاليا.